بشرى ذاكر رئيسة التعاونية النسوية الحضر لجامعة سوق الحليب. احنا مجموعة النساء فات سبق لينا استفدنا من برنامج المثمر، كان فاش تنظمت واحد الدورة عندنا في جامعة حيم وقاموا بتحليل التربة لبعض النساء، وكانت استفادة أننا عرفنا النوعية ديال التربة وعرفنا مكونات ديالها الحاجيات ديالها. واليوم جينا بناء على هذاك اليوم الدراسي استدعونا اليوم باش نعاود نزيدوا نستافدوا اكثر بمناسبه اليوم الوطني للمراه القرويه. سي لوكازيون باش نزيدوا نتعرفوا على نساء اخرين، نتعرفوا على تجارب اخرى. حنا 116 المراه منخرطه في التعاونيه، لا ماشي كنا، دابا كاين شي 32 مره اللي جينا اليوم. ناديه مجاهد من كبر الاساس جامعه الحضر، جينا بهذه المناسبه ديال اليوم الوطني للمراه القرويه باش نستافدوا بهذا المعرض اللي راهم دايرين. حنا جينا تقريبا 30 مرأة اللي راه جينا، وهي تعاونيه نسويه ديال الحليب. التعاونيات هي تراه جمعيات كيتعاونوا، كل واحد راه عنده افكار، كل واحد مثلا ديال العسل ديال الحليب ديال ارغان كلشي بتا، يعني فوقاش كنجمعوا في المعرض راه كل ياخذ افكار ديال بعضهم. وي بالنسبه لنا حنا ديال التعاون ديال الحليب استفدنا، والانسان المراه ولا عندها واحد المدخول الشهري، ولا يعني ما بقاش كيف ما راه قرويه جالسه غير في الدار، ولا فهمتي، ولات كتعول على راسها وعندها واحد المصاريف ديالها هكا. حفيظه الفلاحي رئيسه جمعيه الالفيه الثالثه النسائيه للتنميه والتواصل. انا اليوم مسروره وجد فرحانه لانني كنشوف الناس ديال المثمر والناس ديال مكتب الشريف للفوسفات كيحتفلوا بالمراه القرويه وكيخصوا لها هذا النهار واللي كيكون فيه حضر النساء القرويات من المغرب كامل. وانا فخوره جدا لانه هنا فين النساء كيشحنوا القدرات ديالهم وكيشوفوا الاهتمام بهم، لان الاهتمام بهم هما بالارض هما اللي خلى اللي خلى اللي خلى النجاح في التنميه يكون. وهنا حنا الجمعيه ديالنا اشتغلت مع النساء القرويات في مجال الانشطه المديريه للدخل، وكان كله في العالم القروي. مني جاوا الناس ديال المثمر ونسقوا معنا لقينا بان حتى الرجل فرحان، حيت الارض كتعطي والمراه كتعطي، وبغى المرأة باش تساهم في هذا البرنامج هذا. وكان في الحقيقة كانت استجابة كبيرة لهذا البرنامج اللي هو كيشارك المرأة وكيحضرها في جميع وتيساعدها باش تنمي القدرات ديالها وباش تنتج وباش شحال ديال تستافد من العديد ديال الخدمات ديال المثمر.